لما كنت بفكر في الحاجات اللي اتعلمتها من جدتي وبتكلم مع صديقة من صديقاتي المقربات، قالت لي أنا كنت فاكرة أن كل حاجة اتعلمتها في حياتي اتعلمتها من جدتي، لكن لقيت أن في حاجات كتير قوي 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 اتعلمتها من والدتي. فقلت لها طب ما هو شيء طبيعي، ما هو أمهاتنا امتداد لجدتنا. وده خلاني أفكر إن أنا كمان اتعلمت حاجات من أمي اللي هي اتعلمتها من أمها وتعلمتها من الخبرة الحياتية بتاعتها ومن تعليمها ومن ظروفها المختلفة عن جدتي، وإن كل ده بيصب في بول واحد، بيصب في إناء واحد، وعاء واحد، هو اللي أنا بستمد منه الفاليو سيستم بتاعي أو القيم بتاعتي، منظومة القيم بتاعتي اللي بأؤمن بيه. لو الجدة والأم كانوا بيكذبوا الأولاد هيطلعوا بيكذبوا، لو كانت الجدة والأم صادقات مؤمنات أكيد الأولاد هيطلع ده فيه منهم. في حالات شاذة لما بيقولك يخلق من ظهر العالم فاسق، احنا بناخد دي على انها قاعدة من قواعد الحياة، لا ده الاستثناء، ده الاستثناء، مش كل عالم هيطلع ابنه فاسق، مش كل بني ادم كويس هيطلع اولاده وحشين، ما ينفعش، مش هتستقيم الحياة، لان سنة الحياة مش هي ان ولادنا بيطلعوا وحشين، مش هي دي سنة الحياة. لما كنت بفكر في الحاجات اللي اتعلمتها من جدتي ولقيتني بقولها وبكررها، لقيت ان والدتي نفسها كانت بتقولها وبتكررها، وانا دلوقتي في مرحلة مش عارفة يا ترى انا اتعلمت الحتة دي من جدتي ولا من امي ولا منهم هما الاثنين. احيانا المفردات اللي بستخدمها، الكلمات اللي بستخدمها، بلاقي الاثنين بيقولوها. وده برضو فكرني بحاجة تانية، مفهوم بقى في تطوير الذات والتنمية البشرية والحاجات دي، ان احنا نتاج اكتر 5 اشخاص بنتعامل معاهم بشكل دوري. كل واحد فينا يفكر مين الاشخاص اللي بيتعامل معاهم بشكل دوري واللي تأثر بيهم. لما نشوف ولادنا بيعملوا حاجة فكروا كده، هما بيتعاملوا مع مين؟ وما تنسوش تحطوا نفسكم من ضمن قائمة الناس اللي هما بيتعاملوا معاهم، يمكن نشوف فيهم حاجة ما تعجبناش الحاجة دي أصلا فينا إحنا. وده برضو يخليني أفكر إن كل واحد فينا يفكر هو مين قدوتك في الحياة. الليمبي في فيلم من أفلامه كان بيقول واحد مصاحب أشرف كوخة وعلي علقة، عايزه يطلع إيه؟ فعلا فكري كل واحد فينا يفكر مهما كان عمرنا، حتى لو أنت ولا أنت عندك 60 سنة ولا حتى 70 سنة، مين أصحابنا؟ مين الناس اللي موجودين في حياتنا اللي بنتعامل معاهم؟ هتلاقي كده يعني ايه، مره كده في حد قال لي تعبير، ده بقى بيكب على فلان. يعني ايه بيكب على فلان؟ فهمت التعبير ان لونه بيقرب من لون الشخص التاني، مش ما اقصدش لون الجلد، اقصد ان شخصيته، ان تعامله، ان تفاعله مع الناس بقت شبه حد تاني. احنا كائنات مقلده، شئنا ام ابينا كائنات مقلدة. زمان وانا صغيرة كنت معجبة بشخصية معينة، الانسانة دي كانت بتتكلم كلامها very aggressive، كلامها صاخب. الحاجة التانية كانت بتدومينيت الحوار، هي اللي عايزة تتكلم وبس. كنت وانا صغيرة مفتونة بالشخصية دي، فاكرة ان هي دي قوة الشخصية، ان الست اللي بتزعق وبتغصب اللي قدامها يعملوا حاجات واحيانا الناس بتعمل حاجة عشان يتجنبوها، هو ده الصح.
ابتديت افك من الحكايه دي شويه شويه، ابتداء من ابتدائي سته ابتدائي لغايه ثالثه اعدادي، على ما وصلت ثانوي كنت خلاص طلعت من تحت جناحها نهائي. انا فاكره وانا في سته ابتدائي كانت خاله والدتي اللي هي اخت جدتي بتدرس في نفس المدرسه اللي انا فيها، وبعدين كنا برضو بنمشي نص الطريق تقريبا في نفس الوقت مع بعض، هي جايه بالمترو ونازله محطه القطر مترو الانفاق وانا معديه، فبنتقابل كل يوم وبمشي معاها حته معينه. في اليوم دوا انا شايفاها ماشيه قدامي، فقعدت انده عليها بصوت عالي، انده عليها باسم الدلع مره، باسمها مره، وهي ما بصتليش نهائي، بالعكس دي سرعت اكتر واكتر، فبقيت انا بجري وراها. لما جريت ووصلت لها وقفت وقالت لي حسك عينك، تعلي صوتك في الشارع لاي سبب، اوعي ابدا تعلي صوتك، الصوت العالي ده دليل على انك مش مؤدبه، بنت مش متربيه. قلت لها انا كنت عايزه الحقك، قالت لي حتى ولو ما لحقتنيش، لو كان الصوت العالي وانك تندهيني في وسط الشارع هو اللي هيخليكي تلحقيني ما تلحقينيش. لما بفكر في الموقف ده وبقارن الدرس اللي انا اتعلمته من جدتي التانية بقى اللي هي اخت جدتي، وبقارنه باللي انا اتعلمته بالشخصية اللي انا كنت فاكراها قدوتي في الحياة، شتان بين الاتنين. بس الموضوع ده تطلب مني ان انا افكر في الدرس واعقد المقارنة دي، واحيانا ما بتتاحش لينا الفرصة ان احنا نفكر وان احنا نقارن. حتى جدتي وهي بتتكلم على امي، جدتي حكت لي مرة ان كان ليهم جار، وجارهم ده قال لها مرة على السلم، قال لها على فكرة انت عندك 4 بنات لكن ولا بنت فيهم هتطلع شبهك وهتطلع شاطرة زيك. جدتي حكيت لي ان هي راحت لجدي وهي زعلانة قوي وبتقوله تصدق جارنا بيقول لي ان بناتي مش هيطلعوا شاطرين زي، ولا هيطلعوا شبهي. فراح قال لها امال هيطلعوا شبه مين، امال هيطلعوا زي مين؟ اه مش هيبقوا شبهك 100%، بس يعني هما ايه، زرع شطاني اكيد هيطلعوا شبهك وهيطلع فيهم منك. تمر السنين وتيجي برضو حد يقول لماما بنتك مش هتطلع في شطارتك، عارفين والدتي ردت وقالت ايه؟ قالت فعلا هي مش هتطلع في شطارتي، دي هتطلع اشطر مني. مرة كمان في المدرسة وكنت غايبة لاني كنت عيانة، وبعدين تاني يوم انا رحت المدرسة ولسه دايخة من اثر الدواء ودواء الحساسية، فالمدرسة بتزعق فينا وبتقول انتوا غيبتوا ليه والكلام دوا، وقالت لبنتي يلا امشي، وانا افتكرت انها بتقول لي انا، فمشيت. قالت لي تعالي هنا انتي بتسيبيني وتمشي وانا لسه بكلمك، قلت لها حضرتك اللي قلتي انتي كذابة، المهم لازم تجيبي ولي امرك. طبعا جت ماما، فانا فاكرة المدرسة دي بتقول لها ايه ده، لا بتقول لي انا، بتقول لي ايه ده، هو انتي ما طلعتيش حلوة لمامتك ليه؟ راحت ماما ردت عليها وقالت لها هي طالعة حلوة زي باباها. نفس الحكاية كنت بحسها من جدتي لما كانت تتكلم على امي، تقول لي مامتك دي وانا مخلفاها وكانت ببهاية صغيرة، وكان عندي شال قطيفة لونه نبيتي محمر ولفها فيه، ومش عارفة حطها جنبي، ومش عارفة بعمل ايه وبسوي ايه. الطريقة اللي كانت جدتي بتتكلم بيها على امي حسيتها هي نفس الطريقة اللي امي بتتكلم عليا بيها. اتعلموا من بعض، او والدتي اتعلمت
من جدتي، وانا اتعلمت من الاثنين وتعلمت من ناس تانية. عشان كده فكرت انه لا، مش جدتي بس اللي لازم اتكلم عنها، لازم اتكلم برضو عن الستات الجميلة اللي كانت في حياتي اللي اتعلمت منهم. عشان كده حمدد علمتني جدتي دي ان انا هتكلم على السيدات التانية اللي اتعلمت منهم حاجات، عمتي، خالات ماما، جدة ماما نفسها، لان انا برضو حضرتها، اتوفت وانا في الجامعة. كل الستات الجميلة، جارتنا، كل الستات الجميلة الحلوة اللي انا اتعلمت منها. ويمكن يكون في سلسلة تانية للرجالة برضو، لان في جدي وفي جوز عمتي وفي اعمامي وفي ناس حلوة قوي اتعلمت منهم دروس جميلة جدا. الخلاصة هنا ان زي ما امي امتداد جدتي وانا امتداد امي، كل واحد فينا امتداد لشخص ما. ممكن يكون ابوه، ممكن يكون خاله، ممكن يكون عمه، ممكن يكون مدرس في المدرسة، حد في حياتنا ترك بصمة كبيرة قوي علينا. لازم نفكر في اللي اتعلمناه من الناس دي، في اللي شفناه وهم بيعملوه، ونقيم. ما احنا ما ناخدش الحاجة كده وخلاص، ما هو عادي، ما هو رئيس العصابة بيعلم الصبيان بتوعه حاجات وحشة. نفكر اللي اتعلمناه منه. انا كمان فكرت في حاجة تانية، امي امتداد لجدتي، نص جيناتها جاي من جدتي، وانا نص جيناتي جاي من امي، جينيا احنا شبه بعض. عايزة اعرف حاجات عن صحتي انا، ببص لامي، بشوف المشاكل اللي مامتي عانتها ومن سن كام. حتى كمان لما بنروح عند الدكتور عشان نعمل ماموجرام او عشان يعمل حاجة، بياخد التاريخ المرضي، بيسأل والدتك كان عندها كذا كذا كذا، جدتك عندها كذا كذا كذا، عمتك، خالتك، في حد. مهم جدا ان احنا نعرف ايه الجينات اللي احنا ورثينها، ونبتدي نتعامل مع صحتنا بشكل تاني. انا مثلا اكتشفت ان جدتي ووالدتي وانا عندنا مشاكل جامدة قوي في العظام، فلازم اشوف هم ايه اللي حصل لهم وايه اللي عانوا منه، عشان اعرف انا كمان ممكن يكون عندي ايه وممكن انتظر ايه في المستقبل. محدش فينا جه في الدنيا كده، كلنا لينا روتس، كلنا لينا جذور. ما بقولش ان احنا نبقى نسخة من امهاتنا ومن ابهاتنا ونعيش زيهم، مش ده اللي انا بقوله خالص. اللي أنا بقوله إن إحنا نفكر مين الناس اللي أثرت في حياتنا وتعلمنا منهم إيه وعرفنا منهم إيه، ونفكر ونقيم حياتنا على هذا الأساس. وأنا بفكر في اللي تعلمته من جدتي، اكتشفت إن أمي والدتي امتداد ليها، وأنا امتداد ليهم هما الاتنين، وأولادي هيبقوا امتداد ليا. وفكرت في نفسي زي ما هما كانوا قدوة ليا، انا نفسي قدوة لمين؟ مين اللي بيبصلي وبيعجب بيا وبيقلدني؟ ياه، ده حمل فظيع. انتوا متخيلين؟ دي مسؤولية رهيبة، ان ممكن تكون بتسمعني سيدة او بنوتة ويشوفوا حاجة فيا ويقلدوها ويبنوا حياتهم عليها. واو، ايه ده، مسؤولية كبيرة جدا. اتعلمت من جدتي ان امي امتداد ليها وانا امتداد ليهم هما الاثنين، وان احنا قدوة لحد، فعلى الاقل نبقى قدوة حسنة.